السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم على قناتنا قناة حراء التعليمية. أهلا بكم أولاد في سنة دراسية جديدة لمادتنا مادة العلوم، وأتمنى إن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا وعليكم يا رب، اللهم أمين، وكل طلبة الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله يا أولاد النهاردة هنبتدي الفصل الدراسي بوحدة جديدة، والوحدة دي بتتكلم عن الحركة في اتجاه واحد. هناخد الدرس الأولاني، درس بيتكلم عن الحركة في اتجاه واحد، وحدتنا بتتكلم عن القوة والحركة. هناخد أول درس الحركة في اتجاه واحد، نشوف مع بعض يا أولاد مفهوم الحركة. طب مفهوم الحركة بيقول لي هي تغير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن. يعني إيه ميس المفهوم دوت؟ بيقول لي لو أنا عندي جسم أنا مريت عليه لقيته كان في موضع معين، مريت عليه بعد فترة تانية أو بعد فترة من الزمن يعني لقيته في مكان آخر، هي مريت عليه بعد فترة من الزمن لقيته في موضع آخر. إيه اللي بيجرى هنا؟ إن الجسم هنا هنقول إن هو في حالة حركة. يعني معنى كده أولاد إن الجسم دوت بيتغير موضعه بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن. مين هو الجسم الثابت دوت؟ ممكن يكون الجسم الثابت دوت مثلا شجرة أو عمود إنارة أو مبنى، او ممكن عربيه واقفه راكنه، يعني مش بتتحرك. يبقى ده يا اولاد مفهوم الايه؟ الحركه. طب تعالوا بينا كده نشوف يا ترى مسار الحركه في اتجاه واحد بيكون ايه. قال لي مسار الحركه في اتجاه واحد قد يكون مستقيم، قد يكون منحني، او كلاهما. معنى كده ان مثلا لو سياره بتتحرك ممكن تاخد مسار مستقيم على طول، ممكن يكون المسار منحني، وممكن يكون المسار مستقيم او منحني، زي مثلا حركة القطار او حركة مترو الامطار. تعالوا بينا نشوف بقى. بيقول لي تعتبر الحركة في خط مستقيم في اتجاه واحد هي ابسط انواع الحركة. يبقى الحركة اللي احنا هنتكلم عليها ديت يا اولاد هي ابسط انواع الحركة. بيقول لي مثال على كده حركة القطار. لو جالي سؤال وقال لي علل تعتبر حركة القطار من امثلة الحركة في اتجاه واحد، هقول له ليه؟ يبقى كأني بعرف يعني ايه حركة في اتجاه واحد. هقول له لان القطار يتحرك للامام او للخلف في مسار مستقيم او منحني او كلاهما. تعالوا بينا بقى اولاد نتكلم على مفهوم اخر، وهو مفهوم السرعة. يعني ايه مفهوم السرعة ده يا اولاد؟ هو انا لو عندي جسم مثلا بيتحرك وعايز اعرف الجسم دوت هل هو سريع مثلا او بطيء، انا بقول ايه؟ طب انا هشوف المسافة اللي بيقطعها، واحسب الزمن اللي بيستغرقه، وهبتدي اجيب او اقسم المسافه على الزمن، وهقول على حسب القيمه اللي طلعت لي هقول الجسم ده سريع او ايه او بطيء. هو ده المفهوم اللي احنا بنتكلم عنه. يبقى السرعه يا اولاد انا بستخدمها لوصف مقارنه حركه الاجسام، تمام؟ طب يا ترى السرعه ديت بتعتمد على عده عوامل. قال لي هي بتعتمد على عاملين احنا لسه قايلينهم، المسافه والزمن، تمام؟ المسافه التي يقطعها الجسم، واقدر اسمي المسافه دي طول المسار، وكمان الزمن المستغرق في قطع المسافه. طب تعالوا بينا بقى نطلع بقانون السرعه. هقول ان السرعه عين بتساوي المسافه ف على الزمن زين. طب يا اولاد بقى الكميه دي اللي هي السرعه يا ترى وحدتها ايه؟ قال لي وحده السرعه وحدات كثيره. طب وحدات كثيره ليه؟ قال لي وحدات كتيرة لأنها بتعتمد على وحدة إيه؟ المسافة. طبعا الزمن أنا بالنسبة لي هعتبره إيه؟ يا إما ثانية يا إما دقيقة يا إما ساعة. طب والمسافة؟ قال لي ممكن تكون متر، ممكن تكون كيلومتر، تمام؟ يبقى معنى كده أولاد على حسب اختلاف وحدتي المسافة والزمن هتختلف وحدة الإيه؟ السرعة. لو أنا بقول المسافة بالمتر والزمن بالثانية يبقى السرعة بتاعتي متر لكل ثانية. بقول المسافة بالكيلومتر والزمن بالساعة يبقى هقول كيلومتر لكل ساعة. أقول المسافة بالمتر والزمن بالدقيقة يبقى أقول متر لكل دقيقة. يبقى معنى كده أي وحدة مسافة على أي وحدة زمن تصلح لأن تكون وحدة السرعة. تعريف السرعة هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن، وديها تعريف تاني، المعدل الزمني لتغير في المسافة. تعالوا بينا نشوف بعض الملاحظات. بيقول لي يتساوى مقدار سرعة الجسم مع مقدار المسافة التي يقطعها عندما. طب تعالوا بينا قبل ما نشوف بقية الجملة تعالوا كده نستنتجها. بيقول لي مقدار السرعة بيتساوى مع مقدار المسافة. طب ما احنا عارفين ان عين بتساوي فيه على زين. امتى عين تساوي فيه؟
لو المقام بتاعي جميل واحد. ايوه برافو عليك. هو الزمن، الزمن بتاعي واحد. يعني واحد ايه؟ قال لي وحده زمن، يعني ممكن يكون واحد ساعه او واحد دقيقه او واحد سنه. يبقى انا هجاوب واقول له عندما يقطع الجسم هذه المسافه خلال وحده الزمن اللي هي ممكن تكون واحد ساعه او واحد دقيقه او واحد سنه. تعالوا نشوف كده. بيقول لي تزداد سرعه الجسم المتحرك كلما زادت المسافه المقطوعه خلال نفس الزمن. فعلا كل ما تزيد المسافه اللي يقطعها الجسم كل ما تكون السرعه ازيد. طب ليه بقى؟ قال لي لان في علاقه، ايوه، من القانون اللي احنا لسه كنا كاتبينه ان عين بتساوي فيها على زين، يعني في علاقه طرديه ما بين السرعه والمسافه عند ثبوت الزمن. يبقى انا هقول له لان السرعه تتناسب طرديا مع المسافه عند ثبوت الزمن طبقا للعلاقه عين بتساوي فيه على زين. تعال نشوف ملاحظه كمان. بيقول لي تزداد سرعه الجسم المتحرك كلما قل الزمن المستغرق لقطع مسافه معينه. المره دي علاقه عكسيه. جميل. يبقى هقول السرعه تتناسب عكسيا مع الزمن. تمام. عند ثبوت المسافه، وبرده لازم اكتب القانون طبقا للعلاقه عين بتساوي فيه على زين. يبقى كده يا اولاد العاملين اللي بيتوقف عليهم او بتتوقف عليهم السرعه، قلنا ايه المسافه ودي تتناسب طرديا مع السرعه، والزمن وتتناسب عكسي مع السرعه. تمام. تعالوا بينا نشوف سؤال. ما معنى ان طائره تتحرك بسرعه مقدارها 1000 كيلو متر لكل ساعه؟ اي ان الطائره تقطع مسافه مقدارها 1000 كيلو متر. هو قال لي كل ساعه، يبقى في الساعه الواحده. تمام. تعالوا نشوف السؤال الثاني. بيقول لي برضو ما معنى ان سياره متحركه تقطع مسافه مقدارها 100 متر في زمن قدره 2 ثانيه؟ المره دي مش مديني الزمن واحد، المره دي مديني الزمن 2، يبقى 100 على 2 فيها الايه؟ فيها ال 50، كانها يعني مساله. يعني معنى كده ان انا هحسب السرعه الاول على الزمن، هقسم المسافه على الزمن، يبقى هقول له اي ان قيمه الايه؟ السرعه. بالظبط. اي ان السياره تتحرك بسرعه عين بتساوي فيها على زين، اللي هي 100 على 2 بتبقى ب 50 متر كل سنه. اي ان السياره تتحرك بسرعه 50 متر ايه؟ كل سنة. خد بالك ان ما معنى ان ممكن يجيب لك مفهوم وانت سيادتك تفسره او تكتب التعريف بتاعه، او ممكن يجيب لك كميتين تربطهم ببعض بعلاقة وتبتدي تحسب منهم الموجود، زي ما كاتب لي كده المسافة والزمن انا ربطتهم بعلاقة اللي هي عين بتساوي فيها على زين وخرجت بقيمة السرعة، ومنساش طبعا اكتب الوحدة في الحالة دي. تمام. تعالوا بينا بقى نشوف بعض الامثلة على كيفية ايجاد السرعة. بيقول لي تحركت طائرة من مطار أسوان وقطعت مسافة مقدارها 850 كيلو متر خلال ساعة واحدة لتصل إلى مطار القاهرة. احسب السرعة التي تحركت بها الطائرة مقدرة بوحدة كيلو متر كل ساعة متر كل ثانية. طبعا أنا عشان أحل المسألة يا أولاد ببقى محتاجة إن أنا أشوف أدور على، طالما هو عايز سرعة يبقى أنا عايز مسافة وزمن. المسافة موجودة عندي 850 كيلو متر، والزمن مكتوب ايه؟ ساعة واحدة. طيب يبقى كده هكتب ايه؟ هكتب القانون بتاعي ان السرعة بتساوي المسافة على الزمن، المسافة بالكيلومتر على الزمن بالساعة، 850 على واحد. الزمن بتاعي واحد، تطلع لي 850 كيلومتر كل ساعة. طب هو كمان مش عايزها بس بالكيلومتر كل ساعة، ده عايزها كمان بالمتر كل ثانية. طب ثواني بقى، هو انا عشان احول، طبعا هحول من الكيلومتر كل ساعة للمتر كل ثانية. الكيلومتر فاكرين كان كام متر؟ كان 1000 متر. والساعة؟ قال لي الساعة فيها 60 دقيقة والدقيقة فيها 60 ثانية. يبقى أنا عشان أحول من الكيلومتر للمتر هضرب في 1000، وعشان أحول من الساعة للثانية المفروض هضرب في 60 في 60 3600. اللي هي في المقام اللي هي 3600. ممكن بدل التحويل الأرقام دي هنكتبها طبعا، ونحفظ كده رقم اللي هو كام؟ اللي هو 5 على 18 دوت إيه؟ هي يعني لو عايزين نعملها مباشرة. ويفضل اولاد ان احنا نكتب الوحدات بالتحويلات بتاعتنا العادية اللي هي من كيلومتر لمتر هضرب في 1000، ومن ساعة لثانية يبقى انا هقسم تحت على 3600. زي ما انت شايف كده، يبقى انا سرعة حولت الطائرة بوحدة المتر لكل ثانية. قلت انا هحول المسافة بالمتر اللي هي 850 ضربتها في 1000، والزمن هحوله بالثانية هو كان عندي ساعة ضربتها في 3600، هيطلع لي الناتج 236.1 متر لكل ثانية، وما تنساش الوحدة. تمام. شوف مع بعض مسألة ثانية. انطلق فهد نحو غزالة ساكنة متحركة بسرعة 72 كيلو متر كل ساعة. احسب المسافة بالكيلومتر والمتر التي يقطع
استطاع الفهد للوصول للغزالة علما بأنه استغرق 10 ثانية للوصول إليه. بيقول لي فهد انطلق نحو غزالة ساكنة، تمام كده، هو اتحرك بسرعة 72 كيلو متر كل ساعة. هو عايز يحسب المسافة مرة بالكيلو متر ومرة بالمتر اللي اقطعها الفهد عشان يوصل للغزالة. بيقول لي هنا علما بأنه استغرق 10 ثانية للوصول إليه. طب تعالوا بينا كده نشوف مع بعض الحل. هو أنا المفروض إن أنا أحسب إيه؟ المسافة. طب يا ترى هي المسافة بتساوي إيه؟ المسافة طبعا احنا كنا قايلين ان السرعة بتساوي السرعة مسافة على الزمن، يبقى المسافة السرعة في الايه؟ جميل. في الزمن. طب انا ملاحظ ان الزمن عندي بالايه؟ بالثانية. بالثانية، وهو مديني السرعة بتاعي الفهد كانت بالكيلومتر لكل ساعة. معنى كده يا ولاد ان انا لازم احول الزمن اللي هو جايبه بالثانية دوت للايه؟ للساعة. طب هعمل ايه؟ طبعا عشان احول من ثانية لساعة هبتدي اقسم على 60 في 60 اللي هي 3600. يبقى انا هقول له الزمن بالساعة هيديني الزمن اللي بالثانية على 3600، يعني 10 على 3600 يديني 1 على 360 من الساعة. طب انا دلوقتي عايز احسب المسافة مرة بالكيلومتر ومرة بالمتر، هعمل ايه بقى؟ هقول له ان المسافة بالكيلومتر هتساوي الزمن بالكيلومتر لكل ساعة اللي هو موجود عندي في الزمن اللي انا حاسبه لسه بالساعة، تمام؟ يبقى السرعة في الزمن، تمام. هنضرب 72 في 1 على 360 هتدينا 2.1 كيلومتر. ده كده المسافه بالايه؟ المسافه كده بالكيلومتر. هو طب اقدر بقى اجيب المسافه بالمتر؟ هضرب في 1000. سهله بقى بالنسبه لي، انا كل اللي هعمله ان انا هاخد المسافه اللي طالعه لي بالكيلومتر واضربها في 1000. يعني هضرب يا اولاد 2.1 في 1000 هتديني 200 متر. متر. خد بالك من التحويلات، التحويلات مهمه جدا جدا في العمليات بتاعه السرعه والعمليات الاخرى. تعالوا بينا شوف مثال اخر. قطار بدأ رحلته الساعة 7 صباحا. بدأ الرحلة بتاعته، هيبدأ يتحرك الساعة 7 صباحا. كم يكون موعد وصوله اذا كان القطار يتحرك بسرعة 100 كيلومتر كل ساعة ليقطع مسافة مقدارها 500 كيلومتر. طب انا هنا معايا ايه؟ معايا السرعة ومعايا المسافة، هحسب الزمن. طب يا ترى الزمن بيساوي ايه؟ قال لي الزمن عبارة عن، ها افتكر معايا كده، انا كنت قايلة ان السرعة بتساوي ايه؟ بتساوي مسافة على زمن، يبقى الزمن مسافة على سرعة. جميل. طب هاخد المسافة بتاعتي اللي هي المفروض كام؟ 500 كيلومتر، هقسمها على السرعة. طب هل قبل ما اقسم كده الوحدات زي بعض ولا مختلفة؟ لا زي بعض، عندي كيلومتر وكيلومتر كل ساعة، يبقى مفيش تحويل. يبقى أول حاجة هعملها إن أنا هقول له إن الزمن بتاعي بيساوي المسافة على السرعة. المسافة بكام؟ قلنا 500 والسرعة 100، تطلع لي 5 ساعات. ساعات دي الوحدة. طب هو مش عايز الزمن، هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي كم يكون موعد وصوله. هو بدا يتحرك الساعه 7 ومشي طبعا في خلال 5 ساعات، يبقى هيوصل الساعه كام يا اولاد؟ هيوصل الساعه 12 ظهرا. الثانيه 10 ظهرا، ده موعد. تعالوا بينا نشوف مع بعض يا اولاد الملاحظه ديت. الملاحظه بتقول لي ايه؟ بتقول لي تزود السيارات والطائرات بمجموعه من العدادات. طبعا لو اي حد فينا اولاد ركب سياره كان قاعد جنب السائق او جنب او في الطائره، هيشوف كده مجموعه من العدادات جنب الايه؟ التابلو بتاع العربيه. بلاقي من العدادات ديت عداد السرعه وعداد المسافه وساعه لضبط الوقت وبصلة. وكمان بوصله لتحديد الايه؟ الاتجاهات. طب يا ترى كل العدادات اللي موجوده قدام السائق ديت مفيده؟ قال لي طبعا كل واحد منهم ليه فايده وليه وظيفه معينه. اهم العدادات اللي احنا بنتكلم عنها اللي مرتبطه السرعة. برافو عليكم، اللي مرتبطه بدرسنا اللي هو عداد السرعه. طبعا السائق هو وهو بيقود السياره او الطائره عايز يحسب الايه؟ السرعه بتاعته. اكيد وهو قاعد مش هيقعد بقى يقيس المسافه ويبتدي يحسب الزمن ويقسم المسافه على الزمن ويبتدي بقى يحسب السرعه. امال ايه؟ هو عنده عداد بيديله قيمه السرعه مباشره. عشان كده اولاد لما يجي يقول لي علل تزود او اهميه وجود عداد السرعه في الطائرات والسيارات، هقول له الاجابه لانه يستخدم في معرفه او تحديد مقدار السرعه مباشرة. تمام. تعالوا بينا بقى اولاد نوصف السرعه. يعني ايه نوصف السرعه؟ يا ترى كل الاجسام بتتحرك بنفس السرعه؟ ويا ترى السرعه ديت ليها انواع ولا هي حاجه واحده؟ قال لي طيب لو انا عندي جسمين بيتحركوا، تمام كده،
الجسم الاولاني بيقطع مسافات متساويه في ازمنه متساويه، ها؟ طب الجسم الثاني بيقطع مسافات متساويه ولكن الازمنه غير متساويه. يا ترى انا هقول الاثنين بيتحركوا بنفس السرعه؟ لا. او نوع السرعه واحد؟ لا. انا عشان كده اقدر اوصف السرعه بانها يا اما سرعه منتظمه يا اما السرعه غير منتظمه. بتهيالي انتوا قدرتوا تستنتجوا يعني ايه سرعه منتظمه؟ السرعه المنتظمه دي هي السرعه التي يتحرك بيها الجسم عندما يقطع مسافات متساويه في ازمنه متساويه. يعني السرعة. مثلا 5 متر في مثلا 5 في نقول مثلا في 3 ثواني، وبعدين 5 متر في 3 ثواني، 5 متر في 3 ثواني، وهكذا. يبقى مسافات متساويه في ازمنه متساويه. اما السرعه اولاد الغير منتظمه يبقى دي السرعه اللي بيتحرك بيها الجسم عندما يقطع مسافات غير متساويه في ازمنه متساويه او مسافات متساويه في ازمنه غير متساويه. عارفين السرعه الغير منتظمه دي اللي تقريبا بتصير بيها اغلب الايه؟ الاجسام. تمام، لان في عوامل بتاثر عليه. تعالوا بينا كده نشوف بيقول لي ما معنى ان سياره تتحرك بسرعه منتظمه مقدارها 70 كيلو متر لكل ساعه. ده معناه ايه يا ولاد؟ اي ان السياره تقطع مسافه مقدارها 70 كيلو متر في كل ساعه. طبعا بانتظام بتتحرك كل مره تقطع 70 كيلو متر في الايه؟ في الساعه. تعالوا بينا نشوف الملاحظه دي. ايوه دي لسه المعلومه دي كنا متكلمين عنها. تتكلم عن ايه؟ بيقول لي يصعب عمليا حركه سياره بسرعه منتظمه. على فكره مش سياره بس، ده سياره وقطار وطائره، وانت كمان لو ماشي في الشارع على رجليك، دراجه. ليه بقى؟ لان الطريق بتتغير حسب احوال. تمام، لان الطريق مش في كل الاوقات واحد. بالزبط. لو انا ساعات ماشي كده على طريق سريع بلاقي الطريق سريع يعني فاضي تقدر تزود السرعه. طب لو طريق مزدحم هلاقي نفسي لا السرعه بتاعتي بتقل شويه. بالزبط. طب لو في مطب او في حاجه مرور حد بيعدي هبتدي اقف. معنى كده ان سرعتي مش هتبقى منتظمه. عشان كده اولاد بنقول يصعب عمليا حركه سياره بسرعه منتظمه. هقول ليه بقى؟ الاجابه سرعه السياره تتغير حسب احوال الطريق. طبعا بتزيد او تقل او كمان تساوي صفر. طيب نفس لو الكلام. اتكلمنا عن مترو الانفاق، طبعا مترو الانفاق هنا ما فيش حاجه ممكن تبقى واقفه في طريقه مثلا توقفه او كده، لكن ايه اللي بيحصل في مترو الانفاق او في القطار؟ بلاقي في محطات. طب ما في محطات بتكون كبيره وفي محطات بتكون صغيره، وفي محطات هو بتكون فيها سرعته اكبر من بيزود السرعه او بيقلل السرعه. ده معناه ايه؟ ده معناه ان مترو الانفاق او القطار بيقطعوا مسافات غير متساويه في ازمنه متساويه او مسافات متساويه في ازمنه ايه؟ غير متساويه. بما اننا اولاد اتكلمنا بقى عن السرعه غير المنتظمه، ده هيودينا للحديث عن السرعه المتوسطه. يعني ايه مش سرعه متوسطه؟ قال لي على فكره انا اقدر اعبر عن السرعه غير المنتظمه بمصطلح اخر اللي هو السرعه المتوسطه. طب ليه بقى؟ قال لي بما اني بتكلم على سرعه غير منتظمه، يعني الجسم بيقطع مسافات متساويه في ازمنه غير متساويه او مسافات غير متساويه في ازمنه متساويه، يعني معنى كده اولاد ان كل حركه للجسم بسرعه مختلفه. تمام، الله ينور عليك. يبقى انا في الحاله ديت انا مش هقدر اجيب سرعته المنتظمه. امال انا هحسب له ايه؟ قال لي انا هحسب له حاجه تانية اسمها السرعه المتوسطه. يبقى لما يجي لي في الامتحان ويقول لي اكمل او اختر او ضع علامه صح او خطا، يبقى انا هقول له هنا يفضل التعبير عن السرعه غير المنتظمه ومصطلح اخر اسمه السرعه المتوسطه. طب السرعه المتوسطه يا اولاد انا برمز له بالرمز ايه؟ قال لي انا برمز له بالرمز عين بار، زي ما انت شايف كده عين اللي فوق منها ايه؟ شرطه. امال العين العاديه دي كانت ايه؟ كانت السرعه. خد بالك انا عشان هتقابلني قدام شويه عين وليها مصطلح تاني وليها رمز اخر. يبقى انا عندي عين لوحدها دي السرعه اللي انا بقول عليها السرعه المنتظمه، عين بار انا بتكلم عن السرعه المتوسطه، وهتقابلنا كمان يا اولاد سرعه متجهه ان شاء الله هنعرف رمزها. طيب اقدر بقى اعرف السرعه المتوسطه زي ما انتم شايفين، هقول ده عباره عن ناتج قسمه المسافه الكليه ف على الزمن الكلي زيرو. نقدر بقى اولاد نعرف السرعه المتوسطه ونقول هي المسافه الكليه التي يقطعها الجسم المتحرك مقسومة على الزمن الكلي المستغرق في قطع هذه المسافة. طب يا ترى الوحدة بتاعت السرعة المتوسطة هتختلف؟ لا طبعا هتكون نفس الوحدة. برافو عليك، لان انا بقسم برضه مسافة على زمن. تمام؟ طب تعالوا بينا نشوف عندي يا ترى تعريف اخر للسرعة المتوسطة. ايوه. بيقول لي لو انا عملت التجربة ديت والجسم فت كل مرة لما اجي احسب له السرعة بتاعته الاقي ان قيمة السرعة بتاعته اول مرة كانت 50 كيلومتر لكل ساعة، ثاني مرة 50 كيلومتر لكل ساعة، كده السرعة منتظمة، ثالث مرة كانت 50 كيلومتر لكل ساعة، وانا كنت عايز احسب له السرعة المتوسطة. ما هو انا لما اجمع
المسافات ديت واقسمها على الازمنه هتديني قيمه برضو لما اجمع 50 زائد 50 زائد 50 على الزمن اللي هو 1 زائد 1 زائد 1 هلاقيها 150 على 3 هتطلع لي برضو 50 كيلو متر لكل ساعه. معنى كده يا اولاد ان في الحاله ديت السرعه المتوسطه بتساوي مين؟ السرعه المنتظمه. بس شرط بقى هقول له ان السرعه المتوسطه هي السرعه المنتظمه التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافه في نفس الزمن، تمام؟ وده تعريف اخر للسرعه المتوسطه. تعالوا بينا نشوف ما معنى ان السرعه المتوسطه لقارب 30 كيلو متر كل ساعه. احنا اتفقنا سرعه متوسطه يعني ايه؟ اي ان المسافه على الزمن الكلي التي يقطعها القارب خلال ساعه واحده بتساوي 30 كيلو متر. تعالوا نشوف مثال. قطع عداء مسافة 100 متر جريا في زمن قدره 10 ثانية ثم عاد إلى نقطة البداية سيرا مستغرقا 80 ثانية. احسب السرعة المتوسطة للعداء أثناء رحلة الذهاب، رحلة العودة، رحلتي الذهاب والعودة. يعني إيه يا ولاد؟ دلوقتي في عداء جري مسافة 100 والزمن 10، طب هو إيه؟ وهو رايح يعني ذهاب، عاد تاني رجع تاني نقطة البداية هيرجع قد إيه؟ نفس المسافة. أكيد نفس المسافة اللي هي حتى لو هو مش قايلها، بما إنه قال لك عاد إلى نفس نقطة البداية هنقول له يبقى المسافة برضه هي ال 100 متر. عايز السرعة بتاعتي في رحلة الذهاب لوحدها ورحلة العودة لوحدها ورحلتي الذهاب لوحدها. نبدأ كده واحدة واحدة. أول حاجة رحلة الذهاب، السرعة المتوسطة أثناء رحلة الذهاب اللي هي عين بتساوي ف على ز، طب المسافة بتاعتي هتبقى كام؟ 100 والزمن 10، هتطلع لنا طبعا لو قسمناها 10 والوحده بتاعتنا ما ننساش متر كل سنه. طب لو انا اتكلمت على رحله العوده هقسم المره دي مين؟ هقسم ال 100 برضو اللي هي نفس المسافه بس على الزمن الجديد اللي هو ال 80، تطلع لنا 1.25 متر كل سنه. طيب يبقى انا في الذهاب بحسبها لوحدها والعوده لوحدها، هو كمان طالب مني اثناء رحلتي الذهاب والعوده. هنا بقى هبدا استخدم ايه بقى؟ طبعا المسافه الكليه على الزمن الكلي. طب يا ترى المسافه الكليه كام؟ 100 و100، هو مشي 100 رايح و100 جاي زائد 10 سوري على 10 على زائد ايه 80، يعني المسافه الكليه اللي هي 100 و100 وعلى الزمن الكلي اللي هو 10 زائد 80 هتطلع لنا ب 2.2 من 10 والوحده طبعا متر كل ثانيه. نشوف مع بعض مساله اخرى. يتحرك جسم في مسار دائري، يعني مسار دائري بيتحرك في شكل دائري محيطه 300 متر. احسب السرعه المتوسطه له اذا قطع 10 دورات متتاليه خلال 3 دقائق. هو هيمشي في مسار والمسار دوت في شكل دايره محيطه، طبعا كلمه محيطه يعني طوله او المسافه 300 متر، بس هو ما مشيش على الدايره دي مره واحده، ده مشي كام؟ 10 دورات متتاليه. عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب السرعه. طيب الاول نشوف المسافه اللي هيمشيها قد ايه. هو هيمشي 300 كم مره؟ 10 مرات، يبقى 10 في 300 اللي هي 3000 متر، دي المسافه الكليه. طب بعد كده انا عايزه السرعه، عايزه السرعه، يبقى انا هقسم ايه؟ هقسم المسافه على الزمن. طيب المسافه الكليه على الزمن الكلي، طب المسافه كام زي ما اتفقنا؟ 3000 متر على الزمن الكلي قال لي كام؟ 3 دقيقه. هقسم 3000 على 3 تطلع لي 1000، خلي بالك 1000 ايه؟ انا متر ودقيقه، يبقى الوحده بتاعتي متر كل دقيقه. نخلي بالنا متر كل دقيقه. تعالوا بينا اولاد نشوف الملاحظه. ملاحظه بتقول لي تتساوى قيمه السرعه المتوسطه لجسم متحرك مع قيمه سرعته المنتظمه، يعني عين بار بتساوي عين امتى؟ اتفقنا مع بعض لما الجسم يتحرك بسرعه ايه؟ منتظمه. تمام. تعالوا بينا بقى ناخد حاجه جديده اولاد اللي هي السرعه النسبيه. انا عارف ان انت مش اول مره تسمع عن السرعه النسبيه، درستها في سنه اولى وكنا بنتكلم عن السرعه النسبيه، قلنا هي سرعه جسم متحرك بالنسبه لمراقب ساكن او متحرك، يعني جسم قاعد بيراقب حركة الأجسام المتحركة سواء كان هو ساكن أو متحرك وبيبتدي يحدد سرعتها النسبية، يعني سرعتها بالنسبة له. تمام كده؟ طب تعالوا بينا نشوف مع بعض كده سؤال بيقول لي ما معنى أن السرعة النسبية لسيارة متحركة 90 كيلو متر لكل ساعة؟ دي معناها إيه يا ولاد؟ معناها أي أن سرعة السيارة بالنسبة للمراقب تساوي 90 كيلو متر كل ساعة. طب تعالوا بينا بقى اولاد نشوف مع بعض ازاي نحسب السرعه النسبيه للاجسام، ويا ترى قيمه السرعه النسبيه ديت بتختلف ولا ثابته. ناخد بالنا ان الملاحظه
بتقول لي ايه؟ بتقول لي تختلف السرعه النسبيه لجسم متحرك في اتجاه ما تبعا لاختلاف. تبعا لاختلاف ايه؟ اول حاجه اولاد حاله المراقب. يعني ايه حاله المراقب؟ قال لي ممكن يكون المراقب ساكن وممكن يكون متحرك، تمام. طيب وايه كمان؟ قال لي اتجاه حركته. هو ممكن يكون متحرك في عكس اتجاه الجسم، ممكن يا اولاد يكون متحرك في نفس اتجاه الجسم. يبقى انا اولاد معنى كده ان السرعه النسبيه بتختلف، تختلف على حسب ايه؟ حاله المراقب واتجاه الحركه. طب تعالوا ناخد الحالات كده واحده واحده. قال لي طيب لو المراقب عندي ساكن، تمام. قال لي طيب تعالوا بينا كده نشوف المثال ونحاول نستنتج منه السرعه النسبيه بكام. بيقول لي دلوقتي لو انا عندي سياره، تمام، بتتحرك بسرعه فعليه 90 كيلو متر لكل ساعه، وفي مراقب واقف ساكن، تمام، وبيراقب حركه السياره دي. طب يا ترى هو هيقدر قيمه السرعه بتاعه السياره بقد ايه؟ هو هيقدرها في الحاله دي بنفس قيمتها الفعليه. يعني في الحاله دي يا اولاد ان السرعه النسبيه للسياره هتكون بتساوي السرعه الفعليه ليها، يعني هتساوي 90 كيلو متر لكل ساعه. معنى كده لما يكون المراقب ساكن يبقى في الحاله دي يا اولاد السرعه النسبيه بتساوي السرعه الفعليه للجسم. طب دي اول حاله. طب تعالى بقى نشوف لو المراقب متحرك. قال لي لو المراقب بيتحرك بعكس الاتجاه. طب تعالوا بينا نشوف المثال. لو انا عندي جسم هنا يا اولاد بيتحرك بسرعه 90، او المراقب بيتحرك بسرعه 90 كيلو متر لكل ايه؟ لكل ساعه. وعندي سياره اخرى بتتحرك بسرعه 70 كيلو متر لكل ساعه. طب تعالوا بينا نشوف في الحاله ديت المراقب هيبتدي يعين السرعه بتاعه الجسم على انها قد ايه؟ هو يحس ان السياره مالها سرعتها ايه؟ اكتر من السرعه الفعليه. طب دي جايه منين؟ لان السرعه النسبيه في الحاله ديت هتساوي مجموع السرعتين، يعني هجمع ال 90 زائد ال 70 هتساوي كام؟ 160. وعلى فكره في الحاله ديت السرعه النسبيه هتكون اكبر من السرعه الايه؟ الفعليه. عشان كده يا اولاد السرعه النسبيه في حاله المراقب اللي بيتحرك في عكس الاتجاه بتساوي ايه؟ اللي بتساوي مجموع السرعتين، السرعه الفعليه للجسم زائد سرعه الايه؟ المراقب. طيب لو انا كنت في مساله وهو كان جايب لي السرعه النسبيه وسرعه المراقب ومحتاج انا احدد السرعه الفعليه، هجيبها ازاي؟ انا في الحاله دي هطرح هقول السرعه النسبيه ناقص سرعه الايه؟ المراقب. طب نشوف الحاله الثالثه. طب لو المراقب بيتحرك في نفس الاتجاه وبسرعه ايه؟ مختلفه. طب تعالوا بينا نشوف كده. ادي عندي الجسم والمراقب، واحد فيهم بيتحرك بسرعه 90 كيلو متر لكل ساعه والتاني بيتحرك بسرعه 70 كيلو متر لكل ساعه. في الحاله ديت بقى هما الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه، في الحاله ديت السرعه النسبيه للسياره هتكون قد ايه؟ هو حاسس ان السياره سرعتها ايه؟ اقل من سرعتها الفعليه. ليه؟ لان في الحاله ديت السرعه النسبيه هتكون اقل من السرعه الفعليه، لانها جايه من ناتج طرح القيمتين بتوع السرعه. هقول 90 ناقص 70 هتساوي 20 كيلو متر لكل ساعه. معنى كده اولاد ان السرعه النسبيه في حاله المراقب اللي بيتحرك في نفس الاتجاه بتساوي السرعه الفعليه ناقص سرعه الايه؟ المراقب، او بنقول الفرق ما بين السرعتين. ولو في الحاله ديت عايز احسب السرعه الفعليه بس هبتدي اجمع السرعه النسبيه زائد سرعه المراقب. طيب لو انا عندي بقى الحاله ديت المراقب بيتحرك في نفس الاتجاه وبنفس السرعه، تمام، يعني انا عندي ادي المراقب وادي الجسم بتاع السياره، الاثنين بيتحركوا بسرعه 75 كيلو متر لكل ساعه والاثنين ماشيين في نفس الاتجاه. طب تخيل كده هو المراقب هيحس ان السياره اللي جنبه مالها واقفه ساكنه، يعني كان سرعتها النسبيه مالها صفر. على فكره هي بتتحرك، بس كونهم هما الاثنين بيتحركوا في نفس الاتجاه وبنفس السرعه هو حاسس ان سرعتها النسبيه بصفر. طب ده جاي منين؟ لان في الحاله ديت مش هما الاثنين بيتحركوا وفي نفس الاتجاه واحنا قايلين ايوه ان انا لما اجي اتحرك في نفس الاتجاه السرعه النسبيه بتساوي فرق بين السرعتين. هو انا لما احسب الفرق ما بين السرعتين 75 ناقص 75 تديني ايه؟ صفر، تمام. تعالوا بينا بقى نشوف بعض الملاحظات. بيقول لي تكون السرعه النسبيه لجسم متحرك مساويه صفر. ساعات بيسالك امتى؟ امتى السرعه النسبيه لجسم تبقى بصفر؟ عندما يتحرك المراقب في نفس اتجاه حركه الجسم وبنفس السرعه. وساعات بيسالني سؤال علم، ليه السرعه النسبيه لجسم متحرك بتساوي صفر؟ بقول لي ان المراقب بيتحرك في نفس الاتجاه وبالتالي هيبقى فرق الايه؟ فرق السرعه. فرق السرعتين. ايه الملاحظه الثانيه؟ بتقول لي تكون السرعه النسبيه ضعف سرعته الفعليه.
ضعف. امتى؟ قال لي عندما يتحرك في عكس الاتجاه وبنفس السرعة. يعني لو مثلا عربية ماشية بسرعة 30 وسيارة تانية مثلا ماشية في عكس اتجاهها ب 30، طبعا انا بجمع السرعتين هتبقى 60 اللي هو الضعف. بيقول لي تالت حاجة، تبدو السيارة المتحركة بسرعة ما للمراقب المتحرك بنفس سرعتها في نفس اتجاهها وكأنها ساكنة. ده سؤال علل، يا ترى ليه؟ لأن السرعة النسبية زي ما اتفقنا بتساوي الفرق بين السرعتين، هتبقى بكام؟ قلنا بصفر. نشوف مثال، ممكن طبعا تجينا مسائل على السرعة النسبية. احسب السرعة النسبية لسيارة تتحرك بسرعة 50 كيلو متر بالنسبة لمراقب ساكن ومراقب يتحرك بسرعة 20 إذا كان يتحرك في عكس اتجاه حركة السيارة نفس اتجاه حركة السيارة. نمشي واحدة. أول حاجة، لو المراقب بتاعي ساكن، لو المراقب ساكن المفروض إن احنا اتفقنا إن السرعة النسبية هتساوي السرعة الإيه؟ الفعلية. الفعلية. طب والسرعة الفعلية بكام في المسألة؟ 50. يبقى السرعة النسبية هتبقى ب 50 برضه كيلومتر كل ساعة. بالظبط. طب تعالى بقى لو المراقب بيتحرك ب 20 في عكس الاتجاه، عكس الاتجاه اتفقنا ان السرعه النسبيه بتساوي مجموع السرعتين، السرعه الفعليه زائد سرعه المراقب، يبقى 50 زائد 20 تطلع لي 70، وما تنساش الوحده كيلومتر كل ساعه. طب لو في نفس الاتجاه قلنا هنعمل ايه؟ هنطرح السرعتين، يبقى السرعه الفعليه ناقص سرعه المراقب 50 ناقص 20 30 كيلومتر كل ساعه. دلوقتي جه معايا سؤال المتفوقين. سؤال المتفوقين بتاعنا بيقول متى تتساوى المسافة التي يقطعها الجسم مع مقدار سرعته؟ متى تتساوى المسافة التي يقطعها الجسم مع مقدار سرعته؟ أتمنى إن الدرس يكون سهل عليكم، وأتمنى لكم مشاهدة طيبة على قناتنا قناة حراء التعليمية، وتابعونا في كل الفيديوهات اللي بننزلها لكم، وأتمنى لكم مشاهدة طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.